بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بحول الله الإجابة عن السؤال السابع من اختبار الفيروس لأكتوبر 2018. احنا دلوقتي بدأنا في الام سي كيو اللي هو الاختيار المتعدد. البارت ده بيقول ايه؟ اول سؤال فيه بيقول which of the following numbers is irrational. العدد انتوا عارفين طبعا ان الاعداد irrational، خلينا الاول في الراشونال، مش الراشونال، الراشونال الاعداد اللي احنا ممكن نحولها او نكتبها، الاعداد الكسريه اللي احنا ممكن نحولها في صوره رقم على رقم، ليها ثلاث صور. اما يكون رقم صحيح على رقم صحيح، يعني 5 على 4، 9 على 6، ده بسميه راشونال. او عدد يكون فيه علامه عشريه، يعني يكون فيه بوينت لكن الارقام اللي بعد البوينت فاينايت، محدوده، زي مثلا 1.6 ده عدد راشونال، 1.65 وقفت، ده عدد راشونال. الحالة الثالثة إن الأرقام اللي بعد العلامة العشرية غير منتهية، بس بشرط إن هي تتكرر ببيريود ثابت، بفترات ثابت، بسيكونس ثابت، بشكل ثابت. يعني أنا لما بقول إيه 0.314 314 314 وعمل لي نقط كده، يعني هو بتتكرر بنفس الشكل ده، يبقى أيضا ده راشونال. خلي بالك 3 1 4 مش اتكررت، فانا ممكن ايه بدل ما اكتبها 3 1 4 3 1 4، لا ممكن اكتب واحد سيكونس بس، شكل واحد 3 1 4 واحط هنا بار. فلو حطيت هنا داش شرطه بار، يبقى معنى كده ان العدد ده بيتكرر. زي ده بالظبط، شايف 0.281 يبقى معنى 8 1 بار ده، يبقى 8 1 8 1 8 1 8 1 وهكذا. يبقى الثلاث صور سريعا مارش تاني للاعداد الراشونال، عدد صحيح على عدد صحيح، علامة عشرية بس بعديها أعداد يعني معينة فاينايت محدودة من الأرقام العشرية، يعني 1.32 1.34 وقف مش إلى ما لا نهاية، أو السيكونس التجميع اللي بعد العلامة العشرية بتتكرر ريبيتد سيكونس. ده بس الثلاث صور للأعداد إيه؟ الراشونال. لكن لو أي حاجة تانية، أي رقم تاني ما عرفتش انا احوله الى اي حاجه من الثلاثه اللي احنا اتكلمنا عليهم دلوقتي، يبقى ايراشنال. يعني جذر 5، لا خلاص ده ايراشنال. جذر 8 يبقى ده ايراشنال، لانه اصلا لا استطيع لا ان انا اخليه بصوره رقم على رقم صحيح، ولا ان اخليه فاينايت ديسيمال بوينت ولا حاجه. يبقى انا شايف ان ده طبعا راشونال على راشونال، يبقى راشونال، يبقى ده راشونال وده راشونال، خلاص يبقى ده خلاص ده راشونال، خلاص ده راشونال. يبقى حتى لو انا مش عارف ان ده الراشونال، يبقى هو ده الاجابه الصحيحه. الحاجه الثانيه انا عارف ان روت 8 ده، روت 8 عمري ما هعرف اخليه رقم على رقم، يبقى هو ده فعلا الجزء اللي هو الراشونال. ونخلي بالنا ان لو عندي عدد راشونال على الراشونال، يبقى الناتج كله الراشونال، يبقى الراشونال بيخرب لي الموضوع كله. يبقى تاني، ها، راشونال على راشونال راشونال، لكن راشونال على ايه راشونال، خلاص يبقى الناتج كله ايراشونال، يبقى 7 اوفر روت 8 هو ده الايراشونال، يبقى النمبر ده كله ايراشونال نمبر. يبقى الانسر صحيح يا سي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.